السلام عليكم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. هذا موضوع حساس جدا، لأن الأسرة هي الأساس تاع كل المجتمعات. والأسرة مين تبدأ؟ تبدأ من الزواج. والزواج هذا قال لك ليلة تاع ليلة فيه تخميمة عام، وباش نقولوا تخير الأم ولا يخير الإبن، هي من الأحسن يخير الإبن. لماذا؟ حتى الأم دروك انا نشوف المجتمع كي راه يتمشى، حتى الام ماذا بها الولد ما يتسببش عليها. غدوه من بعد غدوه قال باللي انت خيرتي لي جبتي لي كاع لي ديفو تاع المراه هذيك، الا بانوا قال انت جبتيها لي انت درتي. ولكن لما هو يخير هذوك لي ديفو هذوك كيبانوا، هو يتحمل المسؤوليه. وكما يقول كل عشره فتاشه، وربي سبحانه عز وجل حتى ولو خلق الزواج خلق مقابلها الطلاق. الطلاق هو ابغض الحلال عند الله، لكن هاد الابناء تاوعنا ربي يهديهم ان شاء الله يكبروا في عقولهم ويكونوا يعني كي يخيروا بعقلانيه، ويميزوا مليح، ما يعذبوا روحهم ما يعذبوا والديهم. هذه هي الوالدين ما يحبوش الشر لولادهم، ماذا بهم الخير لولادهم. انا ماذا بيا انا ولدي جبته كبرته وصلته ماشي باش يتعذب ويعذبني معاه. دونك حنا نتمنوا ان شاء الله الصلاح، ونتمنوا الاولاد ان شاء الله الاختيار تاعهم يكون صائب. ولكن في بعض الحالات اذا كان الام شافت وميزت بان هذيك المراه غادي تكون صالحه للابن تاعها، الابن تاعها معليش يدير امتي تونكيت، يدير هكا كونترول باش ياكد اسكو هذاك الشيء يخرج عليه ولا لا. والاختيار هذا صعيب بزاف بزاف، لانه كي تروح وتولي الام دروك يتحوس غير كما يقولك غير المهم تتهنى، وباش تتهنى يليق ولدها يكون مهني. دونك حنا واش نقولوا؟ حنا نقولوا ان شاء الله الشبيبه تاعنا يكونوا كبار في عقلهم ويعرفوا يميزوا، والبنات تاني تاوعنا تاني ربي يهديهم ويكونوا تاني يقبلوا بالوالدين تاع هذاك الابن، لان هذاك الابن مازالش من عدم عنده والديه. من المفروض البنت كي تدخل دار والديه تاني هذيك الام هذيك تولي اماها، وباباه يكون باباه. والمشاكل العائليه هادو مساله عقول طبائع كل واحد والعقليه تاعو. راك حاب تتنقل بكل امان واريحيه وين ما حبيت وقت ما حبيت؟ يا طير سيرفيس ما راحش تلقى خير منها. واش راك تستنى؟ طلع على الابليكاسيون وسجل نفسك بطريقة سهلة. اكتب الاسم واللقب، الايميل، رقم الهاتف، تاريخ الميلاد، الجنس ذكر ولا انثى. يلحقك SMS في الرقم اللي سجلت به. دخل الارقام الموجودة في SMS وابدأ اول رحلة تاعك معنا، واغتنم التخفيضات اللي توصل لحتى 50%. معايا طير قاع نطيرو. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.